الحسين عليه السلام بعد مقتله بتلك الطريقة الفجيعة إلى محور آلام البشرية كلها، كما تحول بفعل شجاعته وثباته ومقاومته إلى مصدر فخر البشرية واعتزازه. لقد جسد الحسين في عاشوراء كل القيم التي جاء بها الأنبياء ودعانا إلى الاستجابة لها ونصرتها في حياتنا أينما كنا وحيثما كنا. فمن يقول له اليوم لبيك فهو يستجيب لكل ما جسده الحسين، فيقول له لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك سمعي وبصري وفؤادي. في نهضة الحسين تجد الإجابة على كل ما يرتبط بالثورة من أسئلة، وتجد الإجابة على كل ما يرتبط بالمسؤولية في الحياة من تساؤلات، وتجد الإجابة على كل ما يرتبط بالعمل في الأمة من الاستفهامات. فثورة الحسين مشروع كامل للنهضة وبرنامج متكامل للحياة ومنهج كامل لسعادة الإنسان في الدنيا وفلاحه في الآخرة. لو تعلم أي شعب من شعوب الأرض درساً واحداً من دروس نهضة الحسين، وهو درسه في رفض الاستسلام للظلم والطغيان، لما استطاع أي طاغوت من الطغاة أن يفرض عليه قراراً واحداً من قراراته. الحب بين الحسين وبين المؤمنين متبادل، فمن أحب الحسين أحبه الحسين، ومن أحبه الحسين أحبه الله، وذلك هو صريح قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسيناً.